فلو انا خيرت كوكو بين هديتين منهم مثلا عربيه او اي هديه غاليه، والهديه اللي انا عايز اجيبها دلوقتي كوكو مش هتختار غير الهديه دي. صباح الخير يا كوكو. صباح الخير كوكو. مش هينفع سكيتني شي ايش؟ يا ما تلزقيش الكاميرا فيا كده. اوعي. خلصت يا يلا 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 يا حاجه. ايش كمان؟ ماشي يا حاجه انزلي. كلاكيت سادس مره سبع مره بس اخر مره ان شاء الله. المره الجايه تكون كوكو خلاص جابت عربيه. Ich schaffe das schon. طبعا كالعادة انا هطلع انام شوية لانك برضو كالعادة نمت امبارح متأخر شوية، بس تضحية في النوم في سبيل ان انا احافظ على الميعاد اللي انا قلت عليه، مع اني عارف ان الموضوع ما يستاهلش قوي، وان انا ممكن اصلا انزل فلوج في اي وقت انا عايزه، يعني مش شرط اعمل ميعاد ثابت، بس فكرة ان انا احط ليميت احط ديدلاين احط ميعاد نهائي اخلص فيه الحاجة المفروض اخلصها، ده في حد ذاته فعلا تحدي جميل جدا. وانصحكم ان كل واحد يجرب الموضوع ده في حياته، في اي حاجة، في الدراسة، في الامتحانات، في اي حاجة، حط لنفسك موعد نهائي. هتلاقي نفسك بتنجز حاجات عمرك ما كنت تتخيل ان انت تنجزها. بس كده انا داخل انام ساعة ساعتين، بعد كده اصحى عشان صلاة الجمعة. جمعة مباركة، والنهاردة فالنتاين. هابي فالنتاين. للأسف أنا متأخر على صلاة الجمعة. يا رب ألحق جزء من الخطبة يا رب. الطريق للجامع بياخد تقريبا 10 دقايق من هنا، والخطبة بدأ بقالها 10 دقايق، يعني هلحق من الخطبة تقريبا 10 دقايق. الحمد لله لحقت الصلاة وشوية من الخطبة الحمد لله. أنا جبت أكل من الجامع. بما ان النهارده الفالنتاين، عامه انا وكوكو مش بنهادي بعض في الفالنتاين باي حاجه خالص، قعدت على الاكل ولا عمرنا جبنا هدايا لبعض في الفالنتاين خالص، بس عايز يعني انا السنه دي ابدا انا من نفسي واجيب لكوكو حاجه يعني تفرح بيها، لان البنات للاسف مخهم يعني بيحب الحاجات دي غيرنا احنا الولاد. فلو انا خيرت كوكو بين هديتين منهم مثلا عربيه او اي هديه غاليه، والهديه اللي انا عايز اجيبها دلوقتي كوكو مش هتختار غير الهديه دي. المشكلة بقى ان اولا انا ما بعرفش اشتري ورد، ثانيا كوكو تنكة شوية في الورد، ملاش في الورد الاحمر والبينك والروز، عشان كده جبت لها الابيض ده، وطبعا جبت لنفسي مانجا. انا نسيت نور العربية شغال. انا غطيت الورد بالجاكيت الاحمر. انا بجد عايز اقول لكم كوكو ان لو حطيت لها مثلا عربيه مزراتي في كفه والورد في كفه هتختار الورد طبعا. بعكسنا احنا الاولاد، لو حطيت لي عربيه 28 في كفه واغلى ورد في العالم في كفه اقول لك انا هاخد ال 128 ابيعها واروح اجيب 50,000 ورده من ام جنيه. حاليا انا هشرب بس كافي، هعمل بريك كده في وسط اليوم، وبعد كده اروح اجيب كوكو علشان اوريكم رد فعلها لما بيجي لها ورد عامل ازاي. انا سرحت بشرب القهوه ونسيت ان انا رايح اجيب كوكو. قدامها 5 دقايق وتخلص، وانا قدامي 20 دقيقه وابقى عندها كيمو.
Bubi! Prinzessin. Abgeholt. Gefahren. Hast du Hunger? Ne? Ist meine Überraschung versaut. Augen zu machen. Soll ich lieber so machen? Das ist nur was Kleines. Eine Hand nur. Rechte Hand. Bisschen quer halten. Nee, andersrum. So. Happy Valentine Day, Schatzi. Valentine! Schatzi. Ich lieb dich. Ich lieb dich auch. Und jetzt kommt das Essen. Augen zumachen. Ich hab gar nichts. Alles gut. Aber jetzt Essen. Augen zumachen. Ich hab dir dein Lieblingsessen gekauft. Kauft das? Aufmachen. Weil du die roten Rosen nicht genau magst. Deswegen habe ich die weißen gekauft. Das Schatzi ist so ein Valentine. Ja, das ist voll schön. Gefällt dir? Ja. Ja. Danke. Und schlieb dich, Bubi. Deswegen wollte ich dich abholen. Morgen aber kommst du allein. Dankeschön, aber ich hab Witzgern. Musst du nichts. Wenn du kochst, das ist mein Geschenk. Wir Männer brauchen keine Blumen oder so. Ist das okay so? Freust du dich hier wohl? Ja. Ich habe eine Reaction mit der Kuchen. Schon gut. عفواً لك ماشي حاجة فان فيا؟ اوكي هنطلع دلوقتي على المول لان الميكروفون الاولاني اللي انا جبته اول ميكروفون جبته خالص بايظ وفي جارانتين مفروض سنتين على البتاع دوت فهروح يا رب يتصلح على حسابهم لو ما تصلحش هترمى في الزبالة هنخش المول عشان انا قلت تقريبا هرجع الميكروفون لا هصلح الميكروفون المشكله ان الكابل يعني هو جوه خالص في الكاميرا من ورا ساعات ما بيسجلش صوت يعني بلخلخ لازم تشيله وتحطه تشيله وتحطه فده مش عيب انا بقى ولا ايه الحمد لله الضمان بتاع الجهاز لسه موجود فهيجي لي ايميل لما يتصلح بنشتري انا وكوكو تليفون للبيت عشان مفيش عندنا تليفون بيت تليفون منزلي يعني قومي يا كوكو جعانه بس مش عايزه تقول مش عايزه تقول ما لقيناش تليفون هنجيبه احسن اونلاين وبكده نكون انا وكوكو خلصنا وهنطلع على البيت صح هيك؟ صح اشوفكم بكره ايه اوعى تجرح العربيه يا عم صاحبي 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 صديق الصديق اول راجل مصري اتعرف عليه في مصر في المانيا قصدي في مصر تعال نطلع فوق ناكل حاجه بسرعه يا ربي تعالى بس تعالى يا كم شاب جزاك ده مرسيدس زيني اسمه مرسيدس طبعا مريحه العربيه دي لما سافرتي بيها من ميونخ لهنا لا يا مش مريحه طبعا في المسافات بس يعني اكيد مش هنقارنها بالمرسيدس يعني طبعا مرسيدس انا ما نايم اصلا جماعه جوتنا بتيت بالهنا والشفا تشاو شات فوكس يلا ولا المهم انا واحمد دلوقتي رايحين على دار مشتدي نص ساعه من هنا علشان هنبص على العربيه الكوكو مفاجاه هي مفاجاه اكيد انتوا مش هتشوفوها النهارده في الفلوج دوت بس هتشوفوها ان شاء الله قريب لما ادي العربيه لكوكو مفاجاه لان انا ما قلتلهاش نوع العربيه ايه ولا موديل كام ولا اي حاجه وهي متوقعه بحاجه زي كده يعني حاجه صغيره بس هي مش حاجه صغيره المهم احمد ركن عربيته هنا مش عربيتي يا جدعان عربيت يا عم عربيه مراته ركن عربيه مراته هنا وهنروح بعربيتي ده مش تاني هتسوق انت انا اجري انت عشان انت هتجري دي عربيتك كنت عارفها المهم انا احمد دلوقتي جينا عند صاحب العربيه فانا مش هوريكم حاجه طبعا معلش سامحوني فاشوفكم بعد ما نتكلم ونظبط ونشوف هناخدها اصلا ولا لا اراكم لاحقا ماشي كلم التليفون حبيبي ابو حميد تصبح على خير يا كيمو ماشي يلا سلام المهم انا واحمد رحنا العربيه تمام اللي شفناها اتفقنا على السعر مع الراجل نزلنا طبعا شويه من السعر تمام سلام يا عم الحاج سلام يا عم البرنس ما كملناش بالظبط 10 دقايق على الطريق الراجل الظاهر طلع البيت ما عرفش يكلم مراته وكلم صاحبه وكلم عمه قال لنا انه مش هيتنزل يورو عن السعر اللي هو كاتبه اونلاين فمعناه انه مش عايز يبيع يعني بعد ما خلاص ما اتفقنا كنت عايز افاجئ البنيه المهم يعني العربيه اللي شفناها ما فيش نصيب ان احنا ناخدها ف نبص على غيرها بس دي بلوش اللي ما زي بقولك شكرا احمد
وبكده يكون الفلوج بتاع النهارده انتهى. هسيب لكم طبعا القفله بتاعت احمد عشان هو اللي قفل الفلوج النهارده. شكرا احمد لذيذا. شكرا جزيلا احمد. شكرا جزيلا احمد. ونشوفكم بكره. ونشوفكم بكره. يلا اسمها ايه؟ سبسكرايب مش عارف ايه ولايك. لايك سبسكرايب هاف فان. سلام عليكم. العب العب.